السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن خالدي، واليوم التغطية سريعة من معرض مناديل السيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. وزي ما تشوفون أخوان الكرام، اليوم التغطية عن تويوتا هايلوكس 2019 غمارة واحدة فئة جي ال إكس 24 كار دفع خلفي. طبعا سعر السيارة في حدود 71,000 ريال. السعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل، محرك السيارة أكيد البنزين. نتكلم عن أهم المواصفات والمزايا، وقبل كل شيء ناخذ جولة سريعة على السيارة. طبعا تويوتا هايلوكس سيارة بيك اب من تويوتا، اعتمادية بالكامل. تجي على عدة أنواع وعدة فئات وعدة محركات، تحتوي على محركين بنزين ومحركين ديزل، وفي منها غمارة وغمارتين ودبل وبدون دبل. طبعا أعتذر، 3 محركات بنزين واثنين ديزل، نسينا محرك الفي 6 الستة سندر اللي يجي على فئة التي ار دي. طبعا المحرك اللي معي اللي هو 2700 سي سي، المحرك المتوسط بالبنزين اللي هو يعتبر اكبر واحد في الاربع سلندر، 2700 سي سي 4 سلندر، 164 حصان، والجير عادي من 5 سرعات. في بعض انواع صحيح تجي 6 سرعات لكنها تجي على محركات الديزل. طبعا الجير عادي هنا 5 سرعات، نظام الدفع فهو خلفي، والمواصفات الخارجية زي ما تشوفون. اول شيء نشوف ان الصدام الامامي ستيل، طبعا في بعض الفئات تجي حديد، عفوا مو بحديد، بلاستيك فيبر، هذا هو اللي يسمونه صدام حديد او ستيل. يجي طبعا يجي نص فيبر نص حديد، الثاني يجي بلاستيك كامل. عندنا طبعا الجنوط حديد باللون الاسود، خذك مقاسها 16 انش زي ما تشوفون. عندنا خطوط جانبيه، طبعا هذه فئة الجيلكس الفل كامل من الغمارة الواحدة. في سوبر جيلكس الى اخره، تجي بفئات اعلى. طبعا عندنا اشارات بالمراية، مرايتها كروم، مقابضها كروم. طبعا هذه النوعية يسمونها 24 كار، زي ما تشوفون حوض قصير. في نوعية ثانية تجي 25 كار، ذيك طويلة شوي صراحة، شكلها شوي بايخ، بس ذيك يهتمون فيها اصحاب الحلال، يدورون على اللي يشيلون حلال كثير. هذه من الخلف، ولاحظنا الصدام الخلفي ستيل، وعندنا عدة 2 حساسات خلفية شعار الفئة جي ال اكس. طبعا الغمارة ما يجي منها الا نوعين، اللي هو جي ال او جي ال اكس او دباب لوكس. طبعا هذه فئة ثانية اسمها ال 2000 سي سي، محرك 2000 سي سي. سعة خزان الوقود 80 لتر للمعلومية. صرفية الوقود كل لتر بنزين تمشيك 10.5 كيلو، تقريبا سيارة متوسط زي ما نشوف. السيارة من الداخل، طبعا فئة الجيلكس مميزة انها مخشبة، طبعا تخشيب اضافة من الوكيل. داخليتها باللون الاحمر، مقاعدها قماش. طبعا شغل السيارة، بسم الله. هذه الفتيحة، طبعا السيارة ريموت، اغلاق فتح. صراحة الغمارة ما شفت منها بصمة او تشغيل ذكي، ما شفت الا في الغمارتين الدبل وبدون دبل. طبعا اذا كانت بصمة تكون هنا، واذا كان الدبل تكون هنا الدبل، لكن بحكم ان السيارة هذه بدون دبل وغمارة واحدة فالمواصفات هذه ما فيها. طيب ننتقل الآن إلى مواصفات السيارة الداخلية. طبعا تكلمنا عن مقاعدها قماش باللون الأحمر، ثلاث مقاعد، أو هو مقعدتين يركبون فيها 3 أشخاص. عندنا زجاج كهربائي، مراية كهربائية، طبعا هنا مراية كهربائية سنتر لوك، أغلاق النوافذ. عندنا حساس الكفرات، عندنا هنا حاملة أكواب. هذا دركسون السيارة.
زي تشوفون صراحة مشكلة لما يرجع أكثر شيء، هذا أكثر شيء بالرجوع للخلف هذا الكسن السيارة. طبعا ما شاء الله دركسون فيه كامل الإعدادات، ناقص مثبت سرعة تقدر تضيفه إذا أنت حاب. عندنا هنا التحكم بنظام الصوتي، الأوامر الصوتية هنا، عندنا بلوتوث، عندنا عداد الرحلات وشاشة كبيرة ما شاء الله، مع أنها غمارة لكن صراحة مميزة. يعني صراحة اللي يحب يكون مع هايلوكس يقتني اقتناء شخصي غمارة واحدة ويكون في مواصلات حلوة، هذه الفئة حلوة. ركب له مثبت سرعة نشوف، أتوقع على طول يركب جاهز. أنا أشوف دائما يركبون على الديزل على طول، سريع سريع في الكامل، والبنزين برضو الدبل. طيب طبعا سيارة سي دي، منفذ يو اس بي، منفذ اي او اكس، المكيف حق السيارة طبعا ما هو الكتروني. عندنا هنا منفذ طاقة، نظام تراكشن، هذا هو الجير حق السيارة من 5 سرعات. وزي ما قلت لكم 6 سرعات يجي بعض الفئات الدبل الديزل. الهاند بريك حق السيارة، ودائما عندي ملاحظة على المرتبة هذه صراحة، المرتبة هذه حاطينها يركبونها شخصين. المشكلة الشخص الثاني وين يركب؟ يعني لازم تحط مخدة هنا وتحط له، يعني ضبط أموره. طبعا عندنا هنا درج وفي فتحة تبريد حلوة والله، برضه درج ثاني هنا. عندنا هنا حاملة أكواب للراكب، يعني عندنا صار حاملين أكواب في النص للأسف ما في. طبعا التخشيب هذه برضه هنا موجودة، التخشيب نلاحظها موجودة على ديكور النظام الصوتي على الأبواب. طبعا هذه عدادات السيارة، طبعا تقدر تخلي عداد الرحلات باللغة العربية. وين هنا لانجويج، طبعا هو تحت ستيكر نقلب عربي، خلاص صار عربي معنا زي ما تشوفون. طيب مراية عادية وليست تعتيم، بيت النظارة، نوار السقف لازم كذا، شماسة حقت السائق للأسف ما فيها مراية، شماسة الراكب كذلك ما فيها مراية. طبعا هذه عدة أو إضافات الوكيل عبد اللطيف جميل. عندنا فرشاة السيارة طبعا، وعندنا عدة هنا طبعا في هذا مطور الهواء، شنطة معروفة من 2005 الظاهر نفسها، بس أتوقع أن الكمبرسر يتحسن كل فترة وفترة. عندنا هنا طفاية حريق الله لا يحيجنا لها، هنا الظاهر أدوات السلامة مقفلة طبعا زي الإسعافات الأولية إلى آخره. طبعا أكيد فيها نافذة خلفية من هنا، ما شاء الله الحين تعرفون ليش قلت ما شاء الله. طبعا مواصفات الأمن السلامة، فرامل اي بي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للسائق والراكب. وهنا عشان كذا قلت لكم ما شاء الله ركبة السائق موجود فيها إرباك، وعدد 3 أحزمة أمان. أبرز المنافسين طبعا حاليا نادر، يعني سيارة غمارة واحدة مرغوبة بين الشباب ومرغوبة للشركات، ما تلقى للشركات مثلا ايسوزو مرغوب، دي ماكس، متسوبيشي ال 200، لكن كسيارة شبابية وشعبية الهايلوكس هو المفضل. لا أحد يقول لي الداتسون بحكم ان احنا في 2019 ما نزل، فما راح نقدر نقول انه يعني من ضمن السيارات هذه، لان خلاص قطعوها. فهذه ابرز الامور. طبعا اخوان الكرام، تويوتا هايلوكس نتكلم الحين عن المحركات بحكم اللي ما عارف المحركات. عندنا محركين بنزين 2000 سي سي و2400. ال 2000 سي سي عفوا 2000 سي سي بالبنزين طبعا 2 4 سلندر و1 6 سلندر. ال 4 سلندر 2000 سي سي 143 145 حصان تقريبا. ال 2700 طبعا 167 167 حصان تقريبا. ال 4000 سي سي اللي هو في 6 6 سلندر 230 حصان تقريبا. محركين ديزل 2400 اللي هو حدود برضه 143 145 حصان تقريبا. وعندنا 2800 اللي هو العملاق ما شاء الله حدود 173 حصان، ذاك هو انا اشوفه افضل محرك 2800 سي سي. طبعا ديزل توربو، طبعا ديزل كل الهيلوكس توربو واحد، لا احد يحسب 2800 توربوين، لا توربو واحد فقط، لان كثير من الاخوان يقولون توربو 2 تيربو 2 تيربو، لا توربو واحد. لكن الاحصنه بحكم ان السيسيات اكبر، وطبعا صرفيته في الوقود افضل للمعلوميه، لانه محرك متطور وجديد. فهذه الفكرة. طولت عليكم أخوكم الكرام بالتغطية، أتمنى تكون عجبتكم. عندكم ملاحظات استفسارات طبعا موجود التعليقات تحت،
الهيلوكس لا حد يسأل يقول لي وش رايك بالجودة ما الجودة، سيارة لا يعلى عليها، سيارة تويوتا تعتمد عليها في المبيعات عالميا، فلا حد يتفلسف ويقول ما هي كويسة أو يتكلم عن الجودة لأنه ما يحتاج، يعني المعروف لا يعرف. فهذه الفكرة، والهيلوكس يا جبل ما يهزك ريح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.